زي ما احنا شايفين مصر شغالة على كل المحاور في نفس الوقت، بتحاول تقدم أكبر دعم ممكن لقطاع غزة وللقضية الفلسطينية، اشتغلت بجانب الجانب الدبلوماسي كمان على الجانب الإغاثي والإعاشي لأهالينا في غزة، بتركز بشكل كبير على المسار الإنساني اللي بيسعى للتخفيف عن أهالينا في القطاع وتوفر احتياجاتهم الأساسية في ظل الأزمة الإنسانية الخانقة على القطاع والحصار المفروض عليه من الاحتلال. بالمناسبة امبارح دخلت أكبر دفعة من المساعدات لغزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي. عايزين نعرف تفاصيل أكتر، معانا على التليفون الأستاذ عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عشان نعرف منه كافة التفاصيل. صباح الخير عليك يا أستاذ عصام. صباح النور على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين. أستاذ عصام، في البداية ما الذي تشمل عليه قافلة الأمس؟ الحقيقه امبارح كان زي ما حضراتكم ذكرتوا يوم الانفراجه الاكبر في عدد الشاحنات ومكوناتها اللي دخل بشكل فعلي من معبر رفح من الجانب المصري الى اهالينا في غزه. الشاحنات اللي دخلت يتجاوز عددها 44 شاحنه. مكونات الشاحنات او ما تحمله الشاحنات كان مواد غذائيه نوعيه، بمعنى المواد الغذائيه الاهم اللي بيحتاجها القطاع الان، كمان مستلزمات طبيه وادويه، ودي برضو اللي كانت القطاع بيحتاجها. فاحنا امبارح عندنا تغير نوعي في الكم، اكبر عدد، وتغير نوعي كمان في الكيف، احتياجات اساسيه واحتياجات ضرورية بيحتاجها أهالينا في القطاع عشان يعني نقدر نساعد معاهم في تجاوز المحنة إن شاء الله. أكيد، يعني احنا شايفين ان امبارح دخلت زي ما حضرتك بتقول اكبر شحنة مساعدات تقدر تدخل. عايزين بس نأكد على ان منذ البداية المعبر من الجهة المصرية مفتوح ولم يغلق ابدا اثناء الازمة، لان كان كتير قوي من الاقاويل المنتشرة ان افتحوا المعبر افتحوا المعبر لعبور المساعدات في الوقت اللي هي مغلقة من الجانب الاسرائيلي مش من الجانب المصري ابدا. التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي من خلال اعتصام فرق العاملين فيه ومتطوعيه امام المعبر، الحقيقه كان بيوصل رساله واضحه للعالم اجمع لما انتظر الشباب ايام طويله ورفع شعار الله يحميهم مرابطون حتى الاغاثه. بالتاكيد كان بيوصل رساله لضمير العالم انه الجانب المصري اللي بيقدم المساعدات وبيغيث اهله وبيغيث اشقائه منتظر من على 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 الجانب الاخر من المعبر، وبالتاكيد كان ده رساله واضحه وصريحه لما القياده السياسيه والسيد الرئيس يوجه بضروره التحرك ويتفاعل التحالف الوطني باقصى سرعه من خلال فرق عمل ومؤسسات وشباب، ويتحرك الشباب ويوصلوا لحد المعبر ويبقوا منتظرين الجانب الاسرائيلي والطلق والعنت ده يواجههم. بالتأكيد ده كلها رسائل انه مصر عمرها ما صدت ابوابها بجانب اشقائها، عمرها ما قفلت. دي رسائل للعالم، لكن لو نتكلم على الارض القرارات اللي قامت بها الدولة المصرية بعدم غلق المعبر لدخول المساعدات، هل ده سهل الوضع على اهالينا في غزة؟ بالتاكيد، واعتقد انه يعني الرساله كمان الاقوى هو فتح الاجواء المصريه لاستقبال المساعدات اللي بتدخل على لاهالي غزه من كل دول العالم بالتوازي مع دعم الشعب المصري من خلال التحالف. مصر هي الشريان اللي بيمد اهالينا في غزه بالدعم، انا مش عايزين نقول المساعدات، احنا بنقول الدعم لانه احنا داعمين ليهم. فعشان كده مطار العريش اللي بيستقبل يوميا مساعدات من او دعم من كل دول العالم، مصر كانت مرحبه وهي اللي بدات بالاعلان عن رغبتها في استقبال من يريد الدعم من كل دول العالم. الحقيقه الشاحنات اللي بتدخل بالمساعدات من معبر رفح من الجانب المصري وصولا لاهالينا في غزه دي كمان يعني رسائل قويه
بانه مصر لما بتستقبل المساعدات من الخارج ولما الشعب كله بينتفض عشان يقدم دعم، بالتاكيد ده يعني تاكيد اكبر ووضوح في موقف مصر تجاه اشقائنا واهلنا في غزه. طبعا. طيب استاذ عصام، بعد هذه الشاحنات ما بتقوم بافراغ الحموله في الداخل وبترجع، هل احنا بنجهز شاحنات اخرى في القاهره ولا بيتم تجهيزها؟ يعني سؤال مهم جدا، يعني بنتهز فرصه الاجابه عليه بقى، وبوجه يعني نداء لكل اطياف الشعب المصري. انا عارف انه في يعني كتير من اهالينا في المحافظات عايز يدعم وعايز يتبرع، بس مش عارف الطريق فين ومختلطه عليه الامور. التحالف، وده الاجابه الواضحه على سؤال حضرتك، التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي باعتباره نبض الشارع المصري في جانب الدعم والمساعدات، بيفتح المجال وبيفتح الفرصه لكل مواطن عايز يدعم اهالينا في غزه انه يتبرع باي شكل من اشكال التبرعات. التحالف بيسير وبينظم جسر امداد كامل وممتد. احنا شايفين حجم المعاناه، شايفين حجم الاهالي اللي بيوتهم دمرت، شايفين شكل ومستوى النزوح وعدم وجود كهرباء وعدم وجود طاقه، ده كله بيفاقم المعاناه. فعشان كده احنا بيتواصلوا ازاي يا استاذ عصام؟ تحقيق المجال من خلال من خلال قياده التحالف بذاتها ومؤسسات التحالف بشكل كامل، ان احنا نستقبل كل اشكال الدعم زي ما اكدنا، ما على المواطن اللي بيرغب في التبرع الا انه يطالع صفحات التواصل الاجتماعي للتحالف ذاته او للمؤسسات. احنا انا باعتباري مدير بشرف اني مدير المركز الاعلامي لمؤسسات صناع الخير، باكد من خلال مؤسستي وباكد من خلال مؤسسات التحالف بشكل كامل ان احنا فرق العمل داخل مؤسسات التحالف موجوده على مدار اليوم. طيب عظيم جدا. كان سؤالي يا استاذ عصام بس، هذه الشاحنات هل بترجع القاهره بيتم تحميلها ايضا بمواد اغاثيه وغذائيه مره اخرى وتتحرك للمعبر، ولا بتفضل موجوده في القاهره وبيكون في تنسيق مع اعضاء التحالف الموجودين على المعبر في حال السماح بدخول المزيد من الشاحنات؟ الحقيقه اجزاء شكل التنسيق، عايز اطمن حضراتكم واطمن الساده المشاهدين انه شكل التنسيق بيتم على اكمل وجه. احنا التنسيق مش بس داخلي ما بين التحالف وبعضه، لا، التنسيق كمان مع الاجهزه السياديه والاجهزه التنفيذيه على سرعة الدخول. يعني احنا من بداية الانتراجة والاستجابة لضغط السيد الرئيس في زيادة أعداد الشاحنات، تم يعني الحشد بشكل أكبر أن تتحرك شاحنات من القاهرة بأعداد أكبر في ثلاثة القوافل الجاية إن شاء الله. فعشان كده باذن الله يعني اللي بيحصل بالنسبه للشاحنات انه بمجرد ما تدخل شاحنات ومجرد ما نبدا يعني نتاكد من الوصول للمساعدات للجانب الفلسطيني، بنبدا مرحله جديده من التواصل، بتتحرك شاحنات اخرى من القاهره. ما احناش في انتظار نفس الشاحنات انها تيجي وتحمل، لا، على العكس، بتتحرك شاحنات اخرى من القاهره. الفكره زي ما اكدنا لحضراتكم انه جسر بري ممتد ومتواصل من الدعم من مش بس من القاهره، من كل المحافظات، عشان يعني يبقى نهايه الجسر الاهالي في غزه المستفيدين بشكل فعلي. كل الشكر ليك الاستاذ عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، كل الشكر ليك.